ايوه ترى لك ايه؟ حرف الايه. حرف الايه؟ لا هو مكتوب حرف الايه بس لسه ما نعرفش اللي جوه ايه. سيف. هنفغولك يا ادم عشان انت ما لا مش هنفغوله. لا مش عايز تنفخه؟ اه ليه؟ عشان هنوريه. عشان سيف، عشان تعرف تمسكه. ماشي. سيف طلع ده لآدم. سيف كبير جدا. كبير كبير يعني. بص انت مين اللي هيفتح؟ انا. افتح دوري يعني. وريني انت. انا معايا اتنين. انت بالونة. كله بلالين. ايه الحكاية؟ كله بلالين؟ ايه؟ حرف الاس. لا ده اللي انا عارفاه. كراليوشي حرف الاس. انا عارفاه. ماشي. مسك. افتح يا دوم. لا ولسه واحد تاني بس. ايه ده اتنين زيي. ايوه افتح اي واحد، ما هو الاتنين هيتفتحوا. ده ماشي افتح ده. ايه ده انا كده. جرالك ايه؟ ماشي بس في حاجات مختلفة عندهم. عرفت تجيبه؟ اه قلم تاني. ايوه قلم ماركر. خلاص يبقى ده لوجي بقى تاخده. ماشي انا ماشي. طب ادي له حاجه. ادي له حاجه. طلع تاني للادم. قلم ماركر اسود. ادي له ماركر. لا ادي البالونه. طب لا خلاص انا هبقى اجيبه لك. انا افتحي كيسك انت بقى ما تزعليش. انا هجيبه لك. انا هجيبه لك ما تقلقيش. مش لازم نتناقش واحنا قدامهم. نبقى انا هجيبه لك. قلم. شوفي انت. انا هتزعلي. يا لودي ممكن تعدي بقى. ما هي هتاخده. ما هو بتاعها. ما هو بتاعها. وريني قلم ماركر. اه بس لونه ايه؟ لونه جراي. ماشي انا هكتب. اي المهم انه بيكتب. ايوه انا معايا دلوقتي قلمين. اه واحد جرين واحد جراي. طالع لي لوجي قلم تاني لونه جراي. يلا انت كده معكيش كيس تاني؟ انا معايا واحد. طب افتح يا ادم اخر كيس بقى. انت شايفه. يلا يا ادم. اوه بص العلبه. علبه شكلها حلو. ايه ده؟ ذهب. دي اسوره ذهبي فيها فصوص شكلها حلو. دي بتاعت بنات. بص انت ولد. بص هتبقى عامله ازاي عليك في ولد يمشي بالمنظر ده. طب خلاص هديك حاجه من حاجه لوجي. ماشي ماشي عشان دي بتاعت دي البنوته. وريني كده. بصي جميله. لقيت بنوته ازاي؟ دي بتاعت البنوته. لا دي بتاعت عشان لونها. لا مش مهم ممكن تلعب بيها عادي لكن دي بتاعت بنات. دي اهي ايدلوجي اهي. بنك. لونها مش مشكله. لونها بنك بس هي عربيه. بص يعني ما هي عربيات. سؤالك عربيه تاني وتهدات وتجري مني. بالونه تاني. عربيات. نفس الشكل اللي طلع اللي فيها سمكه قرش. مش لازم بقى نطلعه من فوق. خلاص لوجي هتدي لادم القطه دي مكان الاسوره اللي خدتها. مبسوط؟ اه مبسوط. طب الحمد لله. وكده خلصت كرتونه ادم وكرتونه لوجي. وادم طبعا مبسوط بحاجته بيلم مقتنياته خايف حاجه تقع منه. ولوجي طبعا مبسوطه بالاسوره الذهب بتاعتها. انا شايفه ان معظم الهدايا يعني بلالين وكده ممكن ليها علشان ليها علاقه يعني برأس السنه. ما اعرفش هتفضل الهدايا كده ولا هتتغير ويحطوا العاب تاني. بس هم انبسطوا بالالعاب. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا بيه. عايزه تقولي ايه؟ يعني لو كنت عارف في حاجات دي كلها كنت خدتها من ايده. ما هو اديها لك. ما هو الحاجه لما عجبتك اديها لك اهو. ايوه صح. ايوه. طيب خلاص بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. باي باي.